مشاهدينا اهلا بكم في هذا البث المباشر من منطقه لارميتاج. وكيف كتشوفوا معنا هذه الاسره اللي كانت ساكنه في هذا المنزل فيه القصديره ما فيش سقف، يعني سنوات، راه على حساب راه اكثر من 100 عام ياك الحاجه، 80 عام وهما ساكنين، يعني راه تولدوا ولاد ولاد الاولاد تبارك الله، وجا حكم الافراغ في حقهم، يعني حكم الافراغ قال لك هو ما جاهم حتى شي حاجه، حتى شي استدعاء، حتى شي حاجه بان راه الدعوه ضدهم راه كاينه. ومن بعد حاجه وحده اللي جاتهم هو انذار بالتنفيذ، والا راه غيكون بتدخل السلطه العموميه. واليوم جاوا خرجوهم وبدلوا القفل كيف كتشوفوا، يعني راه هو راه كيبان لكم القفل جديد على حساب القول ديالهم، قال لك ما خلاوهمش حتى يلبسوا جلالبهم، ما خلاوهمش حتى، على حساب القول ديال الناس اللي مثلا غنسمعوا، وبدلوا القفل وبقى كل شيء لداخل في الدار وهما دابا عرضه للشارع. السلام عليكم، شنو اللي وقع بالضبط؟ بزاف بالضبط الحاجه. ها انت الحبيبه جاوا شدي الميكرو، جاوا خرجونا. شكون اللي جا؟ جاوا البوليس وجاوا العون، خرجنا الدريه كترضع، بغينا ناخذوا لها عرب تاع عوداك، ما خلانيش انا طحت هنا، بغى يعطوني عطقوني عرب الماء. شكون هو هذا؟ العون. العون. العون ما خلاه، ما خلاوهاش ملي يخرجونا. دابا شردونا لا حوايج لما ناكلوا، نبيتوا في الزنقه عريانين شفيانين. قلتي لي بلاتي نخرج حوايجي، نخرج عجل لابيتي، ما قلت لي باغا نخرج عجل لابيتي، خرج لبنتي رضاعه ما خلانيش، قال لي سيري، قال لي راه الفورماسيان، سيري الفورماسيان، قال لي راه فيه رضاعه وفيه حليب، هذا حق، فين نتشردوا؟ دابا لقيتو راسكم في الزنقه، انتيا وعريساتك ولا بنياتك؟ عريساتي انا وعريساتي غنباتوا الليله في الزنقه، لا غطا لا فراش، الله يجعل سيدي ربي، الله يجعلهم يحلوا منا ويشوفوا فينا ويديروا لينا حل، ديروا لينا حل، وحنا بايتين الليله في الزنقه. ها لا خطا لا فراش، انت كتشوفي الحبيبه ديالي، ها انت تجلابه ما خلوني نجبدها نلبسها. واخا باش كطالبي اليوم؟ كنطالب بالحق ديالي، كنطالب بالحق ديالي، يديروا معنا حل. قلتي دعاوكم ما فراسكش. دعاونا كاع جات مستعجله، قال لك تخويو يعطونا، يديروا معنا حل، يعطونا حقنا، يعطونا حقنا. واخا نتفضلوا، انت اللي عندك التربيه اللي طلبتي، قلتي لي طلبتو باش نجيب الحليب ندخنك. حنا جالسين ما علينا ما بينا ما فراسنا والو، عادي تجاو يدقدقوا علينا، يدقدقوا علينا، فرعوا علينا الباب، كيف يفرعوا في الباب علينا، مني شنا شكون كنت عندي التربيه، خرجنا قال لك لا تخرج، ودفعني بالقوه ودخل، دخل بالقوه، دفعني ودخل، وشد انا حدا الباب وهو يخرجني، دفعني بدا كيدفع فيا بالقوه، يعني ما في قلبهمش الانسانيه. كنقول له عندي البنيه صغيره، ناخذ لها غير ليكوش الحليب ديالها، غير حوايج ما نلبسها، ما نلبسوش، حالتنا حالتنا كيخرجنا والو والو، ما في قلبهمش الانسانيه. كنطلبوه غير كنطلبوه، هو يجيب لي، ما بغاش دفعني برا، قال لي كلشي شري، قلت لي دخل انت جيب لي الحليب، وانا ما عنديش باش نشري، ما عنديش، كلشي بقى لداخل، يعني غير خارجين عادي، ما فراسنا ما نعاودو، تجاونا هادشي جانا على غفله، ما فهمناش كيفاش حنا دابا خرجنا الشهر الرضاع حنا وليداتنا، حنا بايتين لينا في الزنقه، هاي السيده في اي لحظه تولد، انا ثلاثه الوليدات، الراجل ما كاينش من كورونا ما شفتوش، عباد الله ما شفتوش، ثلاثه الوليدات. راجلك من كورونا ما شفتيش؟ ما شفتوش اختي، انا وثلاثه الوليدات وعندي الطربيه، انا من ليلتي دابا غنبات في الزنقه، ما عنديش حتى ما ناكل، حتى ما ناكل، كلشي كلشي سدوا لي عليه، سدوا لي عليه، ما في قلبهمش الانسانيه، الله ياخذ فيهم الحق. انتما غير عيالات يعني، حنا غير عيالات، جاو كيدقوا علينا، حنا غير عيالات، دخلوا علينا بالعنف، بالعنف حقروا علينا، حيت حنا عيالات حقروا علينا، انا علمان عقوق هادي ما عندناش قانون في هاد البلاد، خلينا لهم الله، خلينا لهم الله، خلينا لهم الله اللي قوى منهم، خلينا لهم الله. هادشي اللي كتب واخا تفضلتي انت، انت وحده من الساكنه ديال هاد المنزل، جاو كيدقوا علينا الصباح، جاو كيدقوا علينا بالقوه، مني جينا وقفنا على الباب، هو يعيط لواحد البوليسي قال لي اجي فرع عليهم الباب، بداو كيضربوا في الباب بالجهد، مني حالات السيده هو خرجها، من يتجرد شكون اللي خرجها؟ ما عندوش الحق، شكون اللي خرجها؟ السلطه بلاينا واحد، لا واش العاون ولا حقاش؟ لا ماشي العاون، ماشي العاون، جاي معاهم هاد السيد، بديت ندافع معاها، بديت ندافع معاها، جاي معاهم، نعم صافي، كيجرفها وخرجها من يدها، المراه طاحت، قلنا لها خلينا نجيبوا لها غير الماء، سخفت خلينا نجيبوا لها غير الماء، ما بغاش يخلينا ندخلوا، الدريه كترضع
قلنا لها ندخلوا نجيبوا لها رضاعه ليك واش ما خليناش ندخلوا. انا حامله ما حقرونا بحال حقرونا حنا بحال جينا معيالات حقرونا حقره هذه حقره لا حول ولا الزنقه. دابا حنا ملي حنا غرباتو في الزنقه حوايجكم بقاو لداخل حوايجنا بقاو لداخل كلشي سدوا عليه. السيده جرها دفعها برا ودخل من بغينا ندخلوا نجيبوا غير الحوايج. قال شكون اللي دخل لحقاش كنقول لي كنقول لي ما طيم لينا غير انت ما طمنا شكون هو العون هو اللي دخل كنقول لي وحده الباب وقفوا وحده الباب حبسونا. كنقول لي عطينا غير الحليب ديال البنت ما تشرب ما بغاش يدخل. كنقول لي عطي لينا التبله ما ندخلوا حنايا ما بغاش والو. واش عنده الحق يجر من يده ويخرجها برا؟ خرجوا طوالات خرجنا طوالات ما كتشوفي فينا اليوم باش كطالبوا والو كنطالبوا بحقنا. واش غيلوحونا الناس للزنقه؟ واش ندوزو الزنقه؟ واش انا ولدت في الزنقه؟ ما عندنا لا حوايج لا ماكله لا ما لا شرب يعني ما عندنا والو. تقريبا 80 عام والعائله ساكنين 80 عام 80 عام وهما هنايا هما عام اليوم خرجوا طوال. واش هذا حق ولا باطل؟ هذا راه ظلم هذا راه ظلم راه حقره. سيدنا يتنبه لينا راه حقره. واش العيالات في هذه البلاد خاصهم يتعاملوا بالطريقه؟ واش النساء خاصهم يتعاملوا بالطريقه؟ واش هذه الطريقه يتعاملوا فيها؟ إذن كيف تبعتيو معنا مشاهدينا أسرة بأكملها كتعيش في وضعية الشارع على حساب القول ديالهم. قال لك أننا حنا ما تعلمناش أن في عندنا دعوة بالإفراج. حاجة واحدة اللي جاتنا هو إنذار بتنفيذ حكم على الإفراج. ما عمرهم جاو عندنا ما عمرنا ما شفناهم كاتبين هما في سميتو قال لك لا راه جاو عندكم نتوما معاكم. حنا ما عمرنا ما شفناهم ما عمرهم جاو عندنا. هما الناس ساكنين 80 عام ما عمرهم ما شافوهم ما عمرهم ما جاو. يعني غتخرجوا دابا ما كاين لا استفادة لا حتى شي حاجة. والو صافي خرجي من هنا جلسي تما في الزنقة ما كاينش والو والو صافي جلسي في الزنقة دبري راسك تفرقي تموتي تشردي هما ماشي شغلهم. ولاد الشعبي باتوا في الزنقة 06-62-65-54 06-62-65-54 هذا هو رقم العائلة. كيف كتشوفوا حاليا كيعيشوا حالة تشرد. كاينين أطفال صغار كاين وليداتهم كلشي خرج الزنقة. كيقولوا لك ما خرجنا حتى شي حاجة خرجونا وبدلوا القفل وبقاو المتاع ديالنا لداخل حويجات وليداتنا الجلالب ما لبسوهمش. يلاه عدا عام خاصة الحليب خاصة ليكوش ما بغاو يعطونا حتى شي حاجة. بغات تدخل ليا ما خلوش قالت لي جيب ليا غير أنت. قال لها سير الحليب في فرماسيان. واش هذا حق ولا باطل؟ كلشي سدوا عليك وقال لك إلا دخلتي ولا شي حاجة كنتي مرة ولا كنتي راجل غادي تمشي للحبس غادي تمشي للحبس. خلينا لهم الله. إذا نتمنوا نداء هاد الناس ما طالبين حتى شي حاجة. قال لك بغينا ندخلوا للدار ديالنا بغينا الحق ديالنا. شفناهم ديك النهار درنا بحال هكا قال لك في الكومونتيرات انتم ما كتخلصوش الناس في كرام. حنا ما عمرنا ما شفنا ما عمرنا ما شفنا. حنا أصلا ما ساكنينش بالكرا ما كنخلصوا لا كرا لا والو. حنا ما عمرنا ما شفناهم. هادي أرض نصارى. نعم. يعني بقات هكا 90 عام ما عمرهم خلصوا لا ما لا ضو لا كرا لا حتى شي حاجة. ما كاين نعم. والو صافي خرجنا دابا للزنقه غادي نتلاحوا في الزنقه صافي تشردنا ما عندنا لا ماء ولا والو. انا ومرت لوسي وعدوسي وولاد مرت لوسي يعني شحال ديال النفوس عايشين فيها تقريبا؟ شحال انتم الداخل ديال الدار شحال؟ انا ولادي ثلاثه وانت هي ولي وهي حامله يعني كاين عادة تبارك الله راه كاين عائله كبيره ولادهم ولاد ولادهم. اذا نتمنى النداء ديالهم يوصل. حنا ما كنبغيو حتى شي واحد يصبح في وضعيه الشارع كلشي من المسؤولين ومن من الناس يشوفوا من حالنا يشوفوا من حالنا ويشوفوا هاد الحال اللي فيها. ومن سيدنا راه حنا خرجنا للزنقه راه حشومه هادشي هادشي ما يمكنش حنا الناس نتشردوا. كانوا على الاقل غير يعطيونا يتفاهموا معنا يعطيونا شي حاجه يعوضونا ما يديروا لناش هاد الحاله هكا هاد الحاله ما خصهم الانسانيه. الله ياخذ حنا كنطالبوا من سيدنا حنا كنطالبوا من سيدنا شوف حياتنا حنا كنطالبوا من سيدنا صافي دابا بقينا في الزنقه يعطينا الحق ديالنا. حنا ما يمكنش نتشردوا هادشي راه ما يمكنش عباد الله. هادي راه دوله ديال الحق ديال الاسلام. حنا ما يمكنش تخرجوا الزنقه. فين غادي نمشيو؟ فين غادي نمشيو؟ من اليوم من دابا فين غنمشيو؟ إذا المشاهدين نتمنى النداء ديال العائلة يوصل. أنت واحدة من الساكنة اليوم قلتي لي اليوم راه نوبتهم وغدا راه نوبتي أنا. أنا حنا ذاك النهار درنا لقاء مع شوف تيفي وحنا ما عرفناش هاد الناس ما شناهم ما ريناهم. حنا تحكم علي أنا وجاري بالإفراغ بجوج دابا سبقوا جاري عاد أنا موراه. أنا با 80 عام ما أزيد عليها هو هنايا كما قلت لكم ذاك النهار. أنا مزيودة هنا في عمري 42 سنة. فين أنا غادي نتلاح؟ عندك وليدات عندنا خمسة الوليدات فين غادي نتلاحوا؟ خمسة ويور راجل فين غادي نتلاحوا؟
حنا عير ديور انتم كما كتشوفوا بني عشوائي بني عشوائي. حنا هادو مالي الارض اللي كيدعيو انهم هما مالي الارض، حنا ما عرفناهمش. واش هما مالي الارض؟ واش هما ماشي مالي الارض؟ واش نصبت العقار؟ واش حنا ما عرفناهمش؟ حيت كون كانوا اصلا مالي الارض كانوا غيلتجؤوا لينا. فين كانوا هادي شحال من عام؟ يتفاهموا معاكم فين كانوا شحال هادي من عام؟ فين كانوا؟ فين كانوا؟ لعمرهم ما جاونا، عمرهم ما شناهم نهائيا. فين؟ قبيله جاو الناس كطيحين، خرجوا الدريه عريانه. الناس خفت قالوا لي معطيوها غير الماء باش نفيقوها، غير الماء. ما بغاوش يعطيونا الماء، كنقول لي دخل حتى جبنا غير قرعه الماء والو. كيتخطاوها ويدوزوا. حنا لا انا انا على حد العلم ديالي انا ملي كتجي السلطه كيخرجوا العيالات كتكون العريفه معاهم. ما جات العريفه لا والو. ما جاتش العريفه، جاو عير السلطه اللي كيخرجوا العيالات. شكون كانوا غيدخلوا حتى لبيوتنا لداخل؟ يعني هما اليوم غدا انا فين غنمشي؟ انا بعدا انا كنقول قدام الملا قدام العالم كامل انا روح غادي نطيحها، حيت انا ما عنديش فين غادي نمشي، عندي الله سبحانه وتعالى. كيفاش هاد الناس غادي يجيو يخرجونا بلا موجب شرعي؟ فين غنمشيو؟ فين غنمشيو عباد الله؟ فين غنمشيو؟ فين غنمشيو؟ هذا ظلم، هذا ظلم. داك النهار درنا لقاء الناس كيقول لك خلصوا لهم كراهم، حنا هاد الناس ما كنعرفهمش واش خلصوا الكرا، ما كنشوفوهمش، حنا والدينا ما كانش كيخلصوا الكرا نهائيا. انا عندي وثائقي اللي كارت ديالي هنايا، حاله مدنيتي هنايا، زايده هنايا. فين كانوا هاد الناس؟ فين كانوا هاد الناس شحال هذا من عام؟ حنا غنديروا عام اللي تزاديت انا 42 عام، فين كانوا هاد الناس؟ فين هما؟ الا كيتبتوا انهم مالي الارض فعلا، يجيو عندنا يواجهونا. ديك سعيد القانون فوق من كل شيء، والله راه فوق من اي واحد، لا فوق من القانون ولا فوق من اي واحد. عاش سيدنا. هاد الناس خصهم يديروا معنا حل، هاد الناس خصهم يديروا معنا حل، لان الرواح غادا تطيح هنايا. نتمنى النداء يوصل. 0662653454. هذا هو نداء العائله اللي من اليوم كيف كتابعوا مشاهدينا كيعيشوا في وضعيه الشارع، حاله تشرد المتاع ديالهم كامل خلف ذاك الباب، يعني داخل هاد الدار. كيف الشرع بناء عشوائي وهما دابا راه في الشارع. الزوج ديال الاخت ما كاينش، يعني من كورونا ما بقاش جا، ما بقاش شافته يعني المده ديال عام. السيده ارمله، سيده اخرى يعني على وشك الولاده ورجلها خدام، يعني راه باقي ما جاش كاع يشوف هذا الوضع. نتمنى ويا ربي الرأفه لهاد العائله. مسؤولين ومن سيدنا، نتمنى مسؤولين ومن سيدنا يعاونونا ما يخلوناش نتشردوا. من السيد حموشي يحقق في هذا الامر، السيد حموشي يحقق في هذا الامر. السلطه اللي جات عندنا حنايا ما كايناش العريفه، من السي الحموشي يحقق في الامر ديالو، يحقق في السلطه ديالو. السلطات وطالبوا من المسؤولين يشوفوا غير وجهه الوليدات وعاله اللي حاملوا ولد في الزنقه. هادشي راه ما يمكنش، هادشي راه ظلم. اذا مشاهدينا بقى لي الا نودعكم، دمتم في امان الله، الى اللقاء.